فضيلة الشيخ، لو كان فيها بعض الإخوان يخرج إلى الاستجمام والتمشي فيقطع مسافة أكثر من 90 كيلو، فهل يقصر الصلاة مع أنه ما نوى سفر؟ أو أسألك، هل هذا مسافر؟ هو ليس مسافر، لكن بعض الإخوان يشكى عليهم هذه القضية. لا لا يشكى، نحن نرى أن اللي يرجع بيومه هذا ليس بمسافر لو بلغ 90 كيلو، لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء، فليس بمسافر. نضع الضابط هنا يا شيخ، الضابط ما راه شيخ الإسلام، هو اللي قلت لك ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. أما من حده بالمسافة وهي 83 كيلو، فيقول من جاوز 83 كيلو ولو رجع بساعته فهو مسافر، لكن النفس ما تطمئن لهذا. والأصل وجوب الإتمام، وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن له النفس، لأن وجوبها تامة أمر متيقن، وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه. وما هو العقل؟ أسألك، أن تترك ما اليقين وتأتي المشكوك فيه؟ اليقين. نعم؟ لا. اليقين. إذن الحمد لله، ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء، والقرآن والسنة لم يقيد ذلك بمسافة، فإننا نقول هذا عند الناس ليس بسفر، والأصل وجوب الإتمام فليتم.